صباح النور عليكم، كي صبحتوا؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير، صحتكم 5 5. اليوم مع فيديو جديد ان شاء الله. في هذا الفيديو غنبارطاجي معكم واحد الشكل الكاطو، ولكن صايبته البارح في الليل. جبت كاوكاو، واحد الشكل مهم كيعجبو يعني اي واحد صغير وكبير. جبت كاوكاو وصايبته وحمرته في الفران ونقيته، وبقيت جالسه قلت علاش لا ما نصايبش داك الشكل، نحيدو عليا في الليل. وين صايبته؟ يلا نتا الصباح قطعته غنبارطاجيه معكم. يختار الخامه، الخامه هما اللي يعرفوها. جا واعر، واش يبان لكم؟ عرفتوا جا فن فن فن. بالنسبه للتقطع غير اسمح لي حيت عذبتهم، مي فريمون هانتوما درت طبقه غليظه فريمون جازلي. المهم جربتو هادي وقيلا تاني مرة غادي نديرو، ولكن كنت نسيت الطريقة كيفاش كنديروه، و صايبتو بالعسل. المهم جبت كاوكاو حمرتو طحنتو، لا سنيدة لا والو، طحنتو غير هكاك و شريت العسل هادي. شريت هادي القرعة ديال العسل، بصراحة مزيونة، درت هاد الكونتيتي كاملة نص قرعة. صافي خلطتها، خلطتها بالكاوكاو ودرت له الشكلاط من هنا ومن هنا، شكلاط الكحل وزوقته بالشكلاط الابيض. فريمون في المذاق جا خطير، جا واعر. المهم اختي هادو هما الشكيلات اللي لقيتوني بجد. دابا غتكونوا شفتوا داك الشكيل الاول ديال البيستاج، موراه كعب غزال، موراه المشوك، وقبل كنا صايبنا ديك غريبه ديال الكركاع، حتى هي ناري شحال واعره خطيره. وماما صايبات في الدار عندها، صايبات القاص، قاص ديال الكركاع ها هو. المهم انا كلشي راني جامعه هكا في الطاسات. شوف هذا قاص الكركاع، عرفتو جاي واعر حتى هو، عطاتني هاد الطاسه ديالي. المهم راكم عارفين ماما مسكينه فين ما كتصايب شي حاجه كتقسمها معايا. انا كاع ما دات من الكاطو ريت فيها، قلت لها نعطيك وطيب ماما. ايوا دابا كنت غنصايب لها شي شويه شي طويصه نشكل لها هكا ونطلعها لها معايا. المهم لقيتوني هنا وجدت البريد ديالي، درت فيه السكر واتاي، غادي نديرو نردو تشحال. هانتوما هادي خديت هنايا، هادي كنافة شريتها، حتى هي حاجتي بيها. المهم اكيد غادي نبارطاجي معكم داكشي اللي غادي نوجد العرض ان شاء الله. المهم كل مرة راني كناخد حاجة غادي نبارطاجي معكم داكشي بلا ديطاي. نديرو بعدا واحد البريد ديال اتاي نفطرو، هي الاولى. منين صايبت الكاطو مبقيتش كاع كناكل الخبز في الفطور، وليت كنفطري بالحلوة. واخا الصراحة الحلاوة بزاف، انا راني كنصايب دروسي وكناكل الحلوة، الحلاوة بزاف ما صالحاش. ودابا نمشي نجمع هاديك الكاطو فشي طويصة ونرجع معاك. هانا يا ختي، ها هي، بغيت نوريها لكم قبل ما نعمرها في الطاسة. المهم هي المشاركة، ولكن فغيمون زعما تستاهل، جات زوينه واخا تقطع ماشي هو هذاك، مي جات زوينه. ها انتما البنات خديت هاد الطويصه هادي اللي معمر فيها، بسم الله، درتها في الكويرطات اختي اختكم حادقه. صافي وغادي نديرها في الفريغو، وهكا ملي كنبغي كنجبد. المهم كتكون عندك الحلوه في الفريغو، عرفتو راه ما كان عندي والو. ايوا اختي كنتمنى الفيديوهات اللي كنبارطاجي معكم ينالوا الاعجاب ديالكم، واخا كنلاحظ كيعجبكم الروتينات، كيعجبكم فيديوهات ديال مثلا الجوله في البيت، كيعجبكم ديال طريقه التنظيم ديال شي حاجه. فاش كنبارطاجي معكم الحلوه ما كنلاحظهاش كتطلع معاك، يعني الفيديو ما كيطلعش، ما عرفتش واش ما زعما ما كيعجبكمش هذا الشيء هذا. ميم سي كنلاحظ قنوات اخرين ما كيبانوش كاع، وكيصيبوا غير حلوه كيطلعوا من قنوات، واش زعما حيتاش كيكون المحتوى القناه من الدكبر هكاك، ما عرفتش علاش. المهم انا كنحاول انني نبارطاجي معكم لا في ديالي، كيفاش كندوز نهاري، كيفاش كنعيش عادي ببساطه، كيف ما كيعيشها زعما اي واحد مغربي.
ايوا اختي هادشي اللي كاين دابا تقريبا. بغيت نزيد شي شكيل مي مازال ما عرفتش شنو غادي نزيد، مي تقريبا كلشي كلشي واجد عندي. خاصنا غير نوجد العراضه غنبارطاجيها معكم حتى هي ان شاء الله ان شاء الله يا ربي. فوالا البنات هي الطريصه باقيه غتزيد تهز المباركه حيت شغل ندوق ماما. ماما صراحه ما كتاكلش الحلاوه ولكن كاين حكيم نادين بابا هانتوما الطويصه غندير لكم التريكه شي شحال كيجيو هادو واعرين غنحطهم انا نبارطاجيو معكم داك الطاسات اللي صايبت كاملين. هانتوما البنات شوفوا هانتوما تبارك الله عرفتوا شكيلات خطيرين كنشوف فيهم كنقول واش انا اللي صايبتهم. مهم هذا ديال ماما اللي صايبت ماما، هذا الكعك اللي وريتكم خديته على داك السيده راني دايره له السلوفان ما بغيتش نولي نفتح الطاسه غير باش هكا ما يشمش في الفريغو. وهذه داك الزليجه اولا الرخامه، هذه هي غريبه اللي قلت لكم ديال اش ديال القرقع بقات لي غير هاد الطويصه هذيك كلاها عاشق. هذه المشوك ديال اللوز، وهاد الشكل ديال اللوز هذا خطير، هذا فين ما يتسلى غنبقى نديرو. وهذا كعب غزال مسكين اللي عذبناه مي فريمون جا زوين. زعما قولوا لي في لي كومونتير كيفاش جاكم هاد الشيء، واش يستاهل ولا ما يستاهلش. ايوا صافي اختي انا غادي نمشي نصايب واحد الطويصه لماما هي الاولى وديك الساعه نرجع معكم ان شاء الله. اختي هانا لقيتوني فطارت وجمعت الدنيا وقيتونا غادي نخرجوا باش عاشق يجيب الماكله للدجاج هي الاولى باش ندوزوها لماما. داك الديك اللي شرينا ديك النهار من بابو دير عرفتي شحال كيكونسومي الدبل ديال ديك الدجاج. ايوا مشى يشري لهم الماكله. شوف هاد البلايصه هنايا كاينه حدا الدار ديال هاد الناس هادو اللي هنايا دايرين الدجاج وداكشي عرفتي جو غزال وازا فين ما كيخرج. شوف كيمشي عند داك الدجاجات على قبل هاد الدجاج هادو باش انا درت له الدجاج عند ماما. دابا شنو كندي عند ماما نيشا كنجيو طالعين كيبقى كيقول لي مهمه الدجاجه مهمه الدجاجه. هانتوما شوف ازار نمشيو عند مهمه ها أه؟ قول لي هنا قول لي هنايا نمشيو عند مهمه قول لي واه شنو عندها مهمه دجاجه. وعلى قبل هاد الدجاج هادو باش درت له الدجاج تما. ايوا نديو لهم ماكله. مهم عندي بزاف الحوايج ما نقضي غادي نمشي ندوز داكشي ديال الدار. حنا مازال ممكن كنصايبو دابا شي حاجه ديال الرخام ندوزو عند مولا الرخام ومن بعد ان شاء الله بغيت نمشي لاتقدا وناخذ تقديه ديك جافيل ساني كرواس صابون ديال المواعين حليب الازار ونمشي حوايج بغيت ناخذهم من تما ان شاء الله. دابا نديكم معايا الا مشيت. ايوا اختي انتما معايا في هاد لا فيديو ديال هاد النهار. المهم هاد الفيديو غيكون متنوع. انا جيت ناكل واحد الكسكروط هانتوما اختي اللي بغا السوسيس عرفتو بنين غزال عند حكيم. تحيه حكيم دير لنا شي واحد عافاك. عرفتو منهاط اللي كاينه بين جرادي راه اون فاس ليها غادي تلقاو هنايا حكيم. اللي ما ذاقش هاد السوسيس هذا ضيع نص من حياته حيت فريمون طوب. سير حكيم سير فوق شويه اخويا شويه لنا مزيان الله يرضي عليك. عاشق كي جاك الساندويتش احسن حاجه كتعجبني هي الكليسه عنده. انتم اختي الطبيله وبرد اتاي وكليسه ديك الشي ناضي كناضي. جينا لاتقدا وازر ماشي يهز الشاريو باش يتقدى الراسو الحليب ديالو داكشي اللي خاصو. برافو ولدي يلا جيب زيد جر يلا جر نعاونك سير دي البابا يلا سير زيد برافو يلا سير دي البابا حيد عاشق حيد لهم الطريق. برافو ولدي يلا سير جيتني شان جيت الحليب. هانتي كاين هذا الخزامو كاين هذاك الليمون شنو بغيتي. مهم غادي ناخذ هذا ديال الكف كناخذو 6 ب 12 درهم الواحد. ها نتوما الثمن 12 درهم ولا الا خديتي بلونيتي كتاخذ 15 ولا خديتي 6 كتاخذ ب 12 درهم. كناخذو انا وماما 3 3 خصك بصح تاخذ من نوع واحد يعني من هذا النوع هكا ديال الليمون. اجي ناخذو جافي بصلاه. يلا زيد 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 زيد
ناخذ هذا واحد فرا ازرق ها هو، وناخذ هذا واحد حتى هو، وناخذ هذا مخصص، ناخذ هذا ديال الليمون، وغادي ناخذ حتى العادي ديالو هذا. عرفتي هذا شحال مجهد ماما؟ هذا مجهد مجهد شحال هذا؟ قولي قريب 260. هذا الحمر هذا اللي نديه في دابا بحال بحال 260 260 ناخذ هذا مجهد هذا فوالا البنات. المهم هذه هي التقديه اللي خديت هنا، شي حوايج ديال ماما شي حوايج ديالي، الزيت المهم راه ماشي ديالي 10 لتر، انا كناخذ 2 لتر صافي، والحليب د ازار وهادشي هذا. درت معكم هنا واحد الدور، عرفتوا ازار ما بغاش يطلق الشاري، ها انتما منين دخلنا هو اللي دافع عاينه ولدي عاي.